مرحبا بكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتو مع الصحيحه؟ كلشي مزيان؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحيحه زوينه يا ربي. حبايبي، بغيت نكمل لكم التتمه ديال الفيديو اللي كنت حطيت لكم من قبل. كيف ما شفتوا الفيديو اللي قبل، شاركت معكم المكونات اللي انا شريت اللي غادي ندير للسلو، وشاركت معكم المراحل حنت البنات طلبتوا مني انالي زعما يعني الناس كيبغيو يعرفوا واش هذا كيفاش تغسل، هذا تحمر، اش هذاك، نشارك معكم التفاصيل والمراحل. المهم هذا الفيديو هذا خليته غير انني غادي نخلط سلو، غنشارك معكم دابا. يلا غادي نبدا نطحن اللوز وجلجلان والمكونات الاخرى. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين بنياتي وليداتي؟ كلكم على خير؟ حبابي تا هما ياك لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ الله يجعل ربي تكونوا على خير ان شاء الله يا ربي. نبدا معكم البنات، ماما هي اللي غتبقى هي اللي غادي تشارك معاكم المكونات اللي غادي دير في السلو. المهم هيا معاكم غتشرح لكم كلشي. واخ، عندنا هنايا نورو مدا سكر كلاصي من الاول. عندنا هنايا كيلو ديال كيلو ونص ديال الطحين محمر باقي غير ما مغربلش، انا غنغربل قدامكم. عندنا هنايا كيلو ديال الجلجلان، هنايا كيلو ديال اللوز محمر، عندنا هنايا نص كيلو ديال محمر مقلي. مقلي ماشي محمر في الفران الدريات، قليناه في السر، شوفوا في الفيديو. عندنا هنايا نص كيلو ديال السكر كلاصي، والسكر تيبقى على كل واحد وشحال تيدير، كاين تيبغي الحلاوه كاين اللي ما تيبغيش الحلاوه. انا هاد نص كيلو ما نديروش كامل، غنقص منه. عندي هنايا هاد الزلافه تتبقى للتزيين، وهاد في الاخر مني تنعرك هذا المكونات تنزيد هاد الزلافه ديال اللوز، حبوب جلجلان، الزلافه ديال نديت حاجه ماما كترتابك البنات، الزلافه ديال الجلجلان والزلافه ديال اللوز. هادو زعما ما غاديش يطحنوا، هادو غيبقاو هكا غتخلى غتدير. وعندنا هنايا المكونات الصغيره، عندنا زلافه ديال اللان وزلافه ديال النافع، هنايا جوج معالق كبار ديال النافع، وهنايا جوج معالق كبار ديال حبه حلاوه، وهنايا كاس ديال الزبده كتبان هنايا كاس ديال الزبده مليحه. من غنغربل الطحين غنرمي مع هاد المليحه. وهنايا عندي جوزه حبه حلاوه وعندي المسكه، هنا عندي المسكه وعندي جوزه، وعندي معاهم هاد النص ديال السكر باش ما تلصقش المسكه والجوزه باش ما تلصقش في المهراز، ضروري ديروا معاها طبيبه ديال السكر. كان ندوق دابا في المسكه والجوزه ونص طبه ديال السكر. نتوما غنغربل معكم الدقيق. بسم الله، نعطيك ريكل كتهزي بها الدقيق؟ بلاش، علاش؟ أنا تنبغي نخدم عادي، علاش نجبدو الزلايف وهاد؟ واحد يدير. المهم حنا غادي نخلطو غير بقصرية. فاش غربلات ماما الطحين راه دارت مع هذيك قبصة الملحة، يعني غربلاتو في الغربال مع الدقيق. ودابا ماما شنو غديري؟ غندير إيلان، الزلافة ديال إيلان. إيلان راه محمر. دابا دارت إيلان، دابا شنو غديري ماما من بعد إيلان؟ غنزيد هاد جوج سلايف ديال النافع، وغنزيد هاد جوج معالق كبار، جوج كاس على جوج سلايف صافي كملت. جوج معالق ديال النافع، جوج معالق ديال حبة حلاوة، والله إلا زعما لا إله إلا الله محمد رسول الله. اصلا هادو راه مغربلين، غير عاودتهم معاكم نتوما باش تشوفوا. هذا راه مغربل، ديجا مغربل النافع و حبه حلاوه، غير عاودتهم معاك. وريهم حقا، قلتي غتوريهم الغربال كيفاش غادي اي سوسي منو هذا، غنوريهم الغربال البنات. ماشي داك الغربال ديال السال كل ديري ديك الصفايه الحمراء نغرب ديرو بهذا اللي ديالو رقيق تيسميوه شطاطو، هذا الرقيق هو اللي كترقي فيه باش حتى شي حاجه ما تميت بغيت
ياكل واحد هكا ياكل هاد السلو ماشي يتغزغز ليه في سنانه. دابا اش غديري ماما؟ غندير هذا السكر كلاصي، وري بالقياس اللي غديري. وا السكر كلاصي راه كل واحد واش نوعيه، على حساب اللي كيبغي الحلاوه اللي ما كيبغيش الحلاوه. فعلا على حساب سميتو هذا نص كيلو، غنقص منو هذاك الكاس ديال العنبه نقص. هذيك المسكه اللي تبكينا، المسكه والكوزه والطوبه ديال السكر والكوزة، تا هما نغربلوهم يتزادو على الخليط. غير هي المسكة ما تكتروش، راه المسكة راه تتقصح السلة. الطحن في الزلجلان في الماكينة، بسم الله يا بسم الله. هانتوما غنخويو هنايا. دابا اللي طحنتها عندها ندير عليها هادشي تنجمع الخليط كامل. حبايبي كيف ما كتشوفوا ماما راها طحنات جلجلان، دارت طحنه مسحوقه وطحنه دارتها شويه مهرمشه. المهم دابا غادي دوز اللوز. حتى اللوز غدير نفس الطريقه، كدير طحنه مسحوقه مزيان وطحنه كتخليها مهرمشه شويه مقرمشه. هذه ها هي معوكه مزيان، هذه وحده تتبقى غير مهرمشه. تدخل في المكونات بعضياتهم باش ينسجموا بعضياتهم. هنا البنات نسيت في المكونات في الاول، ما قدمتش لكم القرفه، جوج معالق كبار ديال القرفه نسيت ما درتهاش لكم في المكونات في الاول فاش بغيت نحط لكم المقادير. المهم راه كنديروا حتى جوج معالق، المعالق كبار ديال القرفه كنديرهم في الخليط. طحنوها تاخذوها عواد وطحنوها، ما ديروش القرفه اللي تتكون مطحونه، خذوها عواد وطحنوها على يديكم. دابا ماما خلطت مزيان الخليط بعضياته، صافي دابا راه واجد انها دير عليه كاس ديال الزبده مذوب. خوي خوي داك، وبلاتي نقول لهم ان هاد الكاسرونه فيها الزيت اللي قليت فيها اللوز ما غنديرهاش كامله كيف ما كتشوفوا، غندير غير منها غير منها. تبغي تقلي اللوز خاصك ضروري تخيري في الزيت باش يجي فيه الزيت. نكب لك ماما؟ كبي. دابا البنات غادي ندير كاس ديال الزبده مذوب. صافي حيدي 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 سميتو. دابا غادي تخلط مزيان باش الزبده تدخل في المكونات، عاد نضيف الزيت اللي قليت فيه اللوز. البنات غادي دير الزيت كيف ما كتشوفوا، غندير غير القياس ديال الزيت على حسب اللي دام اللي بغينا. صافي ماشي كلو غندير، ما غاديرش كسرونه كامله يعني غير منها. هو خاصو يتعرك مزيان باش تدخل ليه يعني معكم معكم مزيان، دخلوه بيديكم مزيان، عركتوه ودلكتوه مزيان. كاينين الناس اللي كيديروا العسل في السلو، حنا ما كنديروش العسل في السلو، كنديروا حنا غير الزبده والزيت ما كنديروش العسل. هادي ديال الزيت ياك؟ ندير معك بشويه بشويه، نعكو بعدا بشويه بشويه عاد نشوف، ماشي نجي نكب. تشوف في عينك ميزانك كيف ما كتشوفوا البنات، خاصو يتخلط ضروري مزيان هكا باللي تدخلوا في بعضياتو ديك الزبده والزيت وتدلكو هكا مزيان. غزالاتي ماما ها هي دلكاتو مزيان مزيان مزيان، كنظن انها راه وجد ياك ماما. صافي دابا صافي، ملي تيتجمع بحال هكا صافي كيولي معلك، حيت كان اللي تيبغيه معلك بزاف على هكا. ولي داك اللي دام واحد تيفطر في الصباح كلشي بحال المسمن هادي، واحد ينقص من اللي دام. دابا صافي ها هو شتا صافي، نبيلو ليهم مزيان بحال هكا صافي. هانتوما البنات شوفوا كي جا معلك بهالطريقه حنا بغيناها حنايا، وكل واحد تيخلط عاوتاني على طريقته. الزيت حنا ما درناش بزاف، شوفوا الكاسرونه راه باقي فيها الزيت. غزالاتي الفنات دياولي، ها هو السفوف ديالنا راه وجد كيف ما كتشوفوا. ماما راه فنانه في الديكور بعدا ياك ماما، على قد الحال قبلوا على ما وجد. المهم هذا هو السليلو ديالنا، سليلو سلو سفوف هو هذا. وهنا خالتي الله يعطيها الصحه صوبات الشباكيه وبوشنيخه
صيفطت لينا حقنا. المهم انا راه وجدت الطويله ديال رمضان خاصها مبقى والو. حبيباتي بغيت نشارك معاكم هاد الجبانه اللي خديت ديال الحريره، كتجي هكا هي والمغيرفه ديالها، وكيجيو معاها 6 زلايف و6 بيصلات صغار. قلت نشاركها معاكم كنوجد رمضان. وكيف ما كتشوفوا ها هو الصفوف. ماما الله يعطيك الصحه، صحتك وبصحة المشاهدين والمتابعين ديالك، تما بصحتهم وبراحتهم. ديالي كيف ما كتشوفوا الصفوف ديالنا ها هو وجد. الله يعطيك الصحة ماما. كنتمنى انه ينال اعجابكم، وكنتمنى انه يكون جاكم ساهل، حيت انا جاني صراحة ساهل اول مرة، ولكن جاني ساهل بالنسبة للتخلاط ديالو وداكشي، جا تبارك الله زوين. ومبروك عواشركم، ويا ربي يدخل عليكم الشهر المبارك رمضان بكل ما كتمناو بالصحة والرزق وطول العمر يا ربي، والله يحفظ لكم والديكم ووليداتكم يا ربي. وشكرا على التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم. بزاف لله يخطيكم عليا وليداتي ولا بنياتي ولا حباباتي، لله يخطيكم عليا والله يحفظكم ويجيكم ويجي لكم وليداتكم والامهات يا ربي. وقبلوا على هاد الطويبله السلو ديالنا، راه في كل بيت في كل دار ان شاء الله. في هذا رمضان راه ما كاينش اللي ما تيصابوش، كل واحد تيصاب على قد جهده يا ربي. وقبلوا على الطويبله البسيطه وصحتكم البنات وراحتكم، ونتلاقاو فيديو الجاي ان شاء الله يا ربي. يدخل عليكم هذا الشهر بالرزق والتيسير والصحه والسلامه يا ربي. يلا حبايبي وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو الجاي يا ربي، وبصحتكم وراحتكم. وشكرا على التتبع ديالكم. شنو وديروا لايك 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 ديروا لايك 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 ماشي تهلاو في كنزه، تهلاو في ميمتكم. مت كنزه دابا انا وليت ميمتكم، تهلاو فيا انا.